السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نواصلوا في الدرس ديالنا إن شاء الله. غادي ندخلوا غادي نشوفوا دي زانستريكسيون جداد باش نافونسي في الكور ديالنا. الانستريكسيون اللي غادي نشوفوا اليوم اللي هي لي زانستريكسيون دونتري سورتي، بمعنى ولا كيتسموا اوسي كيتسموا لي زانستريكسيون دو كوميونيكاسيون. علاش كيتسمى اوسي زانستريكسيون دو كومونيكاسيون؟ يعني كومونيكاسيون هي التواصل، التواصل مع المستعمل، بمعنى المبرمج ملي كيكتب البرنامج وبغى يتواصل مع مستعمل البرنامج كيستخدم هاد الاوامر هادي. بصيفتنا حنايا دابا حنا مطالب منا اننا نصايبوا برامج كتقوم بواحد الوظيفة معينة، يعني ضروري خصك تتواصل مع هذاك المستعمل ديال البرنامج، تواصل معاه عبر هاد لي زانستريكسيون، تواصل معاه زعما تقول له بحال مثلا ابخي نشوف واحد ليكزامبل غادي نزيدو نفهمو. المهم ان شاء الله نكملو في الكور ديالنا. اول حاجه غادي نشوفوها كيما كتشوفو لي زانستريكسيون دونتري سورتي كتكون من دو شوز، كاين انستريكسيون دونتري و انستريكسيون دو سورتي. شوفوا اول واحد هو انستريكسيون دو سورتي. انستريكسيون دو سورتي اللي هي اكرير هي سيتون انستريكسيون دو سورتي. الو نشوف داك التعريف ديالو اون عرب. هذا الامر كيهضر على اكرير، هذا الامر يجعلنا نقوم باظهار قيمه او رساله توجد بين المعقوفتين في شاشه الحاسوب كيراها المستعمل، بمعنى انك تكون كتكتب واحد البرنامج غادي بغيتي تتواصل مثلا توري واحد الرساله المستعمل، بغيتي تكري واحد الرسالة تكتب له هذيك الرسالة وسط هاد الإكرير، تكتبها له في المنطقة ما بين المعقوفتين، تكتبها له وهو من البرنامج ملي كيبغي المستعمل يحتاج ويخدم به هذيك الرسالة اللي كتبتيها له وبغيتي انت يشوفها. هي مثلا كنعتبرو هذه هي واحد لايكرون ال جي، هي ايكرون سميتها ال جي باش تقولو باش متجيكمش غريبة الإطار هذا. هذا ال جي مثلا ايكرون، ايكرون ديال بي سي. مثلا كتبت هنا بونجور غادي تبان له حتى هو في البرنامج في الاكرون ديالو تبان له بونجور. اي حاجه كتبتيها هنايا كتبان للمستعمل، هو ما كتبانلوش اكرير وانما كتبان له داكشي اللي بين المعقوفتين ديال اكرير. الو هذا هو الدور ديال اكرير. اكرير مرتبط ارتباط وثيق بالاكرون، يعني اللي كتبتيه كيبان في الاكرون بكل بساطه. هذا هو الدور الرئيسي ديال اكرير، اللي كتبتيه كيبان في الاكرون بكل بساطة. نشوفو دابا الانستريكسيون دونتخي ليغ، كيفما قلنا الأخرى دو صوت يعني كتخرج كتخرج لينا شي حاجة كيفما قريت وكنظن في الاس ان داكشي داكشي اللي قريتو في الاس ان سورتي و لونطري. الأجهزة ديال السورتي والأجهزة ديال لونطري، مثلا الأجهزة ديال السورتي هي لاكرون، أجهزة بحال الكرون بريموت هادو أجهزة السورتي. أجهزة لونطري بحال الكلافي، كلافي جهاز ديال الأونطري، يعني تكتب هو كيدخل مكيخرج، بينما الكرون هي كتعطيك النتيجة. انت كتكتب مثلا تقوم بواحد العملية وسط البيسي هو ديك النتيجة كتخرج عبر الكرون، انت باش كتشوف النتيجة عبر الكرون. المهم هذا ماشي موضوعنا، موضوعنا هو انك تفهم ان الاكرير كتعود على ليكرون، يعني داكشي اللي كتبتيه كيمشي ليكرون كيبان. هادشي علاش بالضبط سماوه انستريكسيون دو سورتي، متعلقة بالخروج يعني بالنتيجة اللي كتخرج لنا. الانستريكسيون دونتري اللي هي لير نشوفو التعريف ديالها. هذا الامر يجعل المستعمل يقوم بادخال قيمة، هذه القيمة يتم وضعها مباشرة داخل المتغير الموجود بين المعقوفتين. ربما يجيكم هاد الشيء غريب، وانما غادي تشوفوا على كتاب باش تفهموا. سيرتو اللير فيها واحد شويه ديال الخلط، ربما ما تفهمهاش عبر التعريف ديالها، خصك ضروري واحد ليكزومبل. المهم لير تكتب لير بهذه الطريقه، او كتكتب بين المعقوفتين كتكتب فاريابل، كتكتب هنا كتكتب فاريابل ديالك. هاد الفاريابل هذا في هاد الفاريابل ماشي تكتجي كتعطي الفاريابل، ديجا هو كتكون داير لا ديكلاراسيون ديالو في المنطقة ديال الديكلاراسيون، كتكون زعما مديكلاريه، و ابخي عاد عاد كتستعملو في لير. المهم غادي نشوفو واحد اكزومبل تزيد توضح الصورة. انتهى الدرس، وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.